في نقطة كمان بتوضح قد إيه مواجهة سيراميكا دي مهمة جدا، وهي التفوق التاريخي للزمالك. خليني أقول لك إن خلال مواجهات الفرقتين طوال الثلاث سنين اللي فاتوا، الزمالك واجه سيراميكا كليوباترا 6 مرات والزمالك حقق الفوز. يعني أنت عندك التفوق التاريخي، فده الناس تقول لك طب حلو التاريخ معايا، لا ده بيضع عليك او بيخليك عندك انت ضغط اكبر، لان انت مطالب باستمرار نفس سلسله الانتصارات على سيراميكا، ما انت ما تجيش بعد هذا التفوق يعني يحصل اي اخفاق. النقطه الخامسه برضو اللي عايزك اتكلم فيها، وهي واحده من النقاط المهمه جدا، وهي تخص اللعيبه الدوليين اللي راجعين مجهدين، سواء لعيبتك المحليين اللي كانوا مع المنتخب الوطني او كمان اللعيبه المحترفين، ودول ما خدوش راحه. انت بتتكلم في لعيبه شاركت مع الزمالك طوال مشوار الكونفدراليه، بعد الكونفدراليه كان عندك مواجهات صعبه جدا ومواجهات يعني مصيريه في الدوري، بعد كده لعيبتك كل يعني كل اللعيبه المحترفين او كمان لعيبتك المحليين انضموا لمعسكرات منتخباتهم، بعد كده هيرجعوا يشاركوا مع الزمالك مرة تانية. فأنا بتكلم في لعيبة مرتحتش، لعيبة فعلا يعني أكيد 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 عندها إجهاد بشكل كبير جدا، ولكن أنا واثقة إن جوميز طبعا يعرف يتعامل مع ده في ظل كمان وجود غيابات. أنا عارفة إن الوضع صعب، ولكن تاني بيبقى عندك ثقة في المدير الفني إنه لما بيبقى قدامك في كل الرحلة اللي فاتت منذ التعاقد معاه، وهو اعتقد ممرش بمواقف اصلا سهله كتير، يعني دايما مواقف زي دي كانت بتواجهه، دايما مواقف زي دي كانت بتقابله، ولكن هو كان يجيد التصرف. وعشان كده جوميز ليه مكانه كبيره جدا عند جماهير نادي الزمالك نظرا لحسن تصرفه في المواقف الصعبه.